مالك ايه اللي تعليل حبه تانية؟ اولا انا مش شايفه ان الشحاب بس اللي المفروض يتوقع العقوبه، المفروض الاثنين. الاثنين. الاثنين، اولا انت ما ينفعش كلاعب ولاعب مش النادي الجماهيري الاول للاهلي، احنا عارفين النادي الجماهيري الاول للمنافس الاهلي هو الزمالك، طبعا. فانت مش هتحط نفسك ان انت تستفز الجمهور الاهلي وتيجي تشاور لهم كده وان الناس هتسكت. ده اولا اتكلمنا فيه انت اللي غلطت، ده اولا. ثانيا الناحيه الثانيه الشحات، مين ادالك الحق ان انت تاخد حقك بايدك؟ لو الشحات الموضوع ده عدى، مع ان كامل احترامي ليه وهو على المستوى الشخصي اخ وصديق انا بحترمه جدا، اولا ده مش طبعه ولا ده اسلوبه. ان انت تاخد حقك بايدك وقدام الناس كلها سواء سب او سواء ضرب، خلاص انت اديت تصريح رسمي ان كل اللعيبه تنزل تاخد حقها بايديها. انت عندك ناشئين، عندك دوري درجه تانية بيحصل فيه كوارث. الشحات قدوه لعدد كبير جدا تاني من حاجه الشباب. الاهلي بيتكلم في ايه؟ لا انت خلاص في حاجات احنا قلناها وفي تقارير قبل كده في مشاكل خاصة بكهرباء ساعة برضو العقوبات والكلام ده كله، فمش هنكرر ده تاني. انت اهم حاجة عندك ان انت تلتزم في الملعب، يبقى عندك ضبط نفس. انت عندك دلوقتي مؤهل نفسي للاهلي علشان اللعيبة، فاللي انت بتعمله ده هيوصلك ليه؟ فالمفروض ان يبقى في عقوبة على الاتنين علشان يبقى ده قرار رادع في الدوري كله. لكن الشحات غلطان طبعا، وللاسف الموضوع اتحول من بيراميدز واهلي لاهلي وزمالك. اما هو ده السؤال اللي انا كنت ده عايز اتكلم الكارثة. فيه دلوقتي. انت دلوقتي اهلي وزمالك، الزمالك بقى بيدافع عن بيراميدز باستماتة. حضرتك مش انت اللي موجود، رغم ان مسؤولي الزمالك كانوا بيهاجموا بيراميدز وملاك بيراميدز بسبب يوسف وسيف بالظبط. وكلام خلي من بالك ده. هو الوضع بقى ايه، اي حد بقى ضد الاهلي واي حد بقى ضد الزمالك. الموضوع يا جماعه من الميديا بدايه، ان انت دلوقتي بتعمل شحن بين الجماهير، ودي كارثه. طبعا ولازم اللعيبه تبقى اولا هي اللي تبتدي تحط معايير حتى للسوشيال. صح. احنا شفنا مثلا النهارده في فيديو بتاع الخاص بتاع امام عاشور، لا انت لازم يا امام ما تستفزش الجمهور المنافس، ركز في الملعب، خلي ردك، خلي تعاملك، خلي كل حاجه ليك حق ان انت تروح لاي نادي يبقى في الملعب. صح. مش استفزاز الجمهور لان انت ما تعرفش ان ممكن يجي لك واحد متعصب وانت ماشي، ايه اللي هيحصل؟ ليه نحولها طبعا دي لده؟ حاجة ليه نحول الموضوع لخناقه؟ وانت عندك الجمهور، عندك شباب في سن مراهقه، عندك شباب صغير، عندك شباب ناشئ، هل دي الرساله اللي انت هتديها له؟ اعتقد ان النادي الاهلي او كابتن سيد عبد الحفيظ هيبقى ليه قرار رادع في كل اللي بيحصل في موضوع امام. في لا لا كله. لا انا بقول لك لا، اصل اقول لك اصل على هو حاجه، واحد ما فيش اي بيحاول مشكله في ده. يهيئ نفسه نفسيا لا لا للانتقام بس من اقول لك الاهلي على مثلا، حاجه، انت بتبتدي، تتفسر بكذا لا تفسير. لا بس انت بتبتدي موسم انت مش عايز له مشاحنات، طبعا. انت عايز في تركيز بس في ايوه الملعب. بس ما فيش حاجه تقول ان امام عاشور بيعمل مشاحنات ما بين مش الجماهير حته يا لا مالك. اقول لك على حاجه، انت بعد الفيديو اللي نزل انا ما عنديش مشكله، انت معروف اصلا ان انت كنت في الزمالك كنت انتمائك الزمالك، لكن الكره ما فيهاش انتماء ان انت رحت نادي الاهلي، خلاص بالظبط. ده حقك وانت شايف ان ده اكثر استقرارا، ما فيش اي مشكله. ما جيش في الوقت اللي الدنيا يعني فيها مشاحنات كبيره جدا جدا على السوشيال وهطلع لا انا انتماء الاهلي. تمام يعني بص النقيض تماما. تمام